النهاردة معانا وصفة قوية جدا، وصفة من مكونين أحلى ببعض. بيعملوا إيه؟ بينظموا السكر التراكمي وبيعالجوا مشكلة كبيرة قوي عند ناس كتير، إن هما بيظبطوا نسبة الأنسولين اللي موجودة في الدم. زي ما انتوا سمعتوا كده، يا ريت كده بس. ده بيخشوا في فوائد تانية كتير، اللي هي إيه؟ اللي هي تنظيم مستوى ضغط الدم، وكمان بيحافظوا على الكليتين. يا نهار ابيض، كل الخصائص دي في مكونين دول. مش هطول عليكم، هعرفكم هما ايه وازاي تقدروا تستفيدوا بيهم على قد ما تقدروا. طب ايه بقى هما المكونين اللي معانا دول؟ اول حاجة واول مكون معانا، اول مكون معانا هيكون ايه؟ هيكون بذور الشبت. زي ما انتوا شايفين دي بذور الشبت. تاني مكون معانا هو ورق الزيتون. الاتنين احلى من بعض في تنظيم مستويات السكر في الدم. طيب ايه هما، طيب ازاي نستخدمهم وليه هما الاتنين اقوية في تنظيم مستويات السكر التراكمي وعلاج مشاكل السكر عموما؟ هقولك. اول حاجة هنخش بس نتكلم ندردش كلمتين عن فوائد كل واحد. ورق الزيتون ده محدش يقدر اتكلم عليه بالنسبه لفوائده. فوائده كتير جدا جدا لمريض السكري. اهم اكتر حاجه فيها هي مفيده جدا لمريض السكري نوع التاني. طب ليه نوع التاني؟ لانها بتنظم نسبه السكر في الدم، وكمان بتظبط الانسولين. بمعنى سكرك عالي مره واحده، تلاقي ورق الزيتون ده بسرعه طلع انسولين من البنكرياس عشان يتحكم في السكر العالي قوي في الدم ده. تاني حاجة بتنظم البنكرياس على إفراز الأنسولين بكميات محدودة. بتعالج الالتهابات. ورق الزيتون طبعا انتوا عارفين زيت الزيتون بتاعه، زيت الزيتون بتاعه ده لو دهنتيه على أي التهابات في جسمك بتقلل الالتهابات وبتعالجها خالص. طيب ايه تاني برضو بتعالجه ورق الزيتون؟ ورق الزيتون مغلي، ورق الزيتون بيعالج اضطرابات الجهاز الهضمي، مهم جدا في فيتامينات ومعادن لمريض السكري. اهم الفيتامينات اللي موجودة فيه فيتامين بي 12 اللي بيقوي الاعصاب وبيعالج بيجدد خلايا الدم وبيعالج الانيميا، مهم جدا في المعادن اللي بيحتاجها مريض السكري، مهم جدا برضو لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي. ده حاجة بسيطة اتكلمناها عن ورق الزيتون. نخش بقى عن بذور الشبت. بذور الشبت دي كنز المريض السكري. بذور الشبت دي تجيبها من عند اي عطار تقولي له انا محتاجة بذور شبت. في عشبة الشبت، هي عشبة قوية جدا للتحكم في مستوى السكر في الدم، نفس اللي بتعمله ورق الزيتون هي بتعمله، بس هي دي اجمل بكتير كمان من ورق الزيتون في حاجه، ان هي الحاجه اللي لو حصل زياده في الانسولين بتنظمه، لو حصل زياده في السكر بتنظمه، بس بطريقه احسن من ورق الزيتون. الشبت حاجه مهمه فيه ان هو قوي جدا في علاج الجهاز الكلى، بيوطي ضغط الدم، مضر جدا للبول، عشان كده في ناس بس بياخدوه عشان ينظم لهم ضغط الدم وما كانوش يعرفوا ان هو بيظبط السكر كمان. حاجه تانية وحاجه اكيده ان بذور الشبت اللي معانا دي النهارده بتقوي الاعصاب، بتعالج من مشاكل الاعصاب الطرفيه، بتعالج الالتهابات، بس ممنوعه للحوامل. ليه ممنوعه للحوامل ورق الشبت اللي معانا ده؟ لان الشبت ده مثبت ان هو بيزود نزول الدورة الشهرية. لو حد حامل او ست حامل خدته ممكن يعمل لها اجهاض، فعشان كده ممنوع ورق الشبت للستات الحوامل. الشبت بيوطي السكر بسرعة، فعشان كده لو سكرك عالي خلي بالك قوي وانت بتاخدي بذور الشبت دي. يبقى بذور الشبت تاخديها باحتياط، يعني اللي انا هقولك عليه تمشي عليه عشان ما يحصلش مشاكل. يبقى كده حلينا مشكلة ضغط، حلينا مشكلة سكر، حلينا تنظيف الكليتين، دي حاجة مهمة جدا، وخصوصا فصل الصيف بقى بيبتدي أكل بقى المانجا، أكل الحوادي، الحاجات دي بتجيب بقى صديد، تجيب مشاكل بقى تكوين حصوات وغيره، فأنتي عن غنى بالحاجات دي. لأ هاتي بذور الشبت. جينا لنقطة حلوة قوي اللي هي طب استخدمهم ازاي؟
انا عرفت دلوقتي الاثنين اهميتهم لمرض السكر، بينظموا السكر في الدم وبيعالجوا حاجات كتير جدا. طب استخدمهم ازاي؟ اول حاجه هنحتاجها، هنحتاج كوب ميه زي ما انتم شايفين، كوبايه هنبتدي نغلي فيها كل ورق الزيتون. هنجيب اوراق الزيتون نكون غسلينها كويس، نجيب قد معلقه كده منها بالعيدان دي، لا نجيب الورق ونضيفه، انزل عليها بمعلقه بميه سخنه وبعدين اعمل ايه، انزل عليها بمعلقه من الشبت تمام، واقلبهم كويس واسيب كل المكونات دي كلهم في قلب بعض كده لمدة ساعة. حتى اللون بتاعها اتغير بسرعة، هو اللون بيتغير بسرعة فعلا. اعمل ايه بقى، اغطيهم كويس، وبعد ما اغطيهم اسيبهم مدة ساعة. بعد الساعة دي هتلاقي الدنيا اتظبطت عندي خالص. بعد الساعة اشيل بقى الكوب اللي معايا ده، اشيله واصفي ورق الزيتون ببذور الشبت عشان اقدر استفيد بيهم. طيب اخدهم امتى؟ احلى وقت ليهم امتى؟ احلى وقت ليهم بعد الفطار وبعد العشاء. بعد الفطار بنص ساعة وبعد العشاء هما كوبايتين بس في اليوم منها هيزبط لك الدنيا خالص تمام؟ كوبايتين بس، هتلاقي دنيتك اتظبطت وما بقاش فيه مشاكل باستخدام ايه، ورق زيتون وبذور شبت. على فكرة يا جماعة الوصفات دي كلها وصفات مستعملة وبتجيب نتيجة، وناس كتير قوي قوي عايشين عليه، بس الفكرة انك تتابع سكرك التراكمي، حصل مثلا نظرك قلت تابعيه وغيره. كل 6 شهور مثلا روحي اطمني على نفسك، تعملي سكر تراكمي، تشيك على العين، تفحصي عينك كعين، تعملي رسم قلب ايكو على القلب تطمني، صوره الدم كامله، تشوفي الانيميا وغيره. بالنسبه للوصفات دي هتكون مفيده معاكي وحاجات طبيعيه خالص، بدل ما تشربي قهوه وشاي وحاجات من دي، لا اشربي حاجات طبيعيه. في نهايه الفيديو احب اقول لكم ان الوصفات ديت ان شاء الله هتجيب نتيجه. احب بقى اشكركم جدا، والناس اللي مش متابعينا يا ريت يتابعونا عشان كل جديد يستفيدوا بيه. بشكركم جدا في نهاية الفيديو، شكرا جدا جدا لكم. ده كانت ورقة زيتون اهو زي ما انتم شايفين، لو ليه اسامي في اي دولة تانية تكتبونا يا ريت. وده كان بذور الشبت، وده الكوب اللي معانا. شكرا جدا لكم.